وجودي في الحج هنا يعني أعطاني دافع أني أعطي أكثر وأكثر، لأن أشوف حجاج تائهين، وجوه عابرة، ناس تحتاج إلى أحد يدلها، وكانت مهمة أني أخذهم وأوصلهم لأهلهم سالمين غن. طبعاً اللي خلاني أجي هالمكان طبعاً كلام الشباب اللي كانوا حولي في جوات الملك عن الشعور اللي يجيهم لأختموا حاج في عز الحر وعز الكتمة، يجي يدعي لك ويقول لك كلام يعني ما تتصوره. هذا شيء ودي أجربه، ودي أعيشه.